نتكلموا على مجموعه الفوائد يعني المنزليه الرائعه للخيار. غادي تفاجئك، يعني من المعروف ان الخيار يحتوي على معظم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم يوميا، وهذه الخاصيه هي واحده من فوائد الخيار المتعدده. هذه المجموعه من الاستخدامات المنزليه المفيده اللي غادي نقدموها اليوم، نتمنى انكم تطبقوها. إذن هو ملين لمفاصل الأبواب. إذا كان يعني كيزعجك صوت يعني صرير الأبواب ومفاصل الأبواب ديال الخزائن، عليك باستخدام شريحة من الخيار لدعك المفاصل التي تصدر الصوت، وهكا غادي تمكنوا يعني فترة ما بين ما نصلحوا يعني ديك المفاصل الأبواب، يعني من أنهم ما يديروا لكمش ذاك الإزعاج اللي كيبقى الأبواب دائما كدير ذاك الصوت المزعج. الخيار أفضل طريقة تعكي به المفاصل وما كتخليش الصوت. دائما كنذكر بأنكم بإمكانكم تصلوا بنا على الرقم 0535 40 11 12، وغادي نكملوا مع فوائد الخيار. ناخذوا لطيفة معنا من الدار البيضاء فقرة أجي نستفدوا. لالا لطيفة صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. على السلامة. الله يسلمك. لله يخطيك. مرحبا. الحمد لله جميلة. نعم. أنا نعطيك مطيشة كيف ديال الحك. هادا ناخدو مطيشة، نجيبو مطيشة نغسلوها. بلاتي مطيشة الحك باش نحضروها يعني في المنزل. غادي كاينه جوج طريقات، نعطيك وحده دابا وحده مرة. شحال كديري انت ديال المطيشة تقريبا؟ اللي بغيتي 5 كيلو اللي بغيتي. المهم. 5 كيلو مطيشة. مطيشة كتاخدي مطيشة كتغسليها وتفوريها، ما تحيدي لا نبات لا والو. نغسلوها ومباشرة نفوروها. ملي كتبدا تشق شوية كنحيدوها من كناخدو الغربال ديال السلك ديال الطحين. الغربال كندوزو هاديك ديال السلك. باش تدوز رطبة تيدوز لها داك العظم ديالها لا عليها. وكناخدو كنديرو فيها شوية الملح، ولا بغينا البيتزا كنديرو شوية ورقة موسى والياسير وزيت العود. هذه الملح، هذه الملح الا بغينا نديروها يعني عادي كونسونطري نخليوها في الثلاجه باش نوضفوها. يعني في الحريره وفي هذا. اما الا بغينا الحريره ما كنديروش زيت العود ورقة موسى، عيش الملح. انا قلت لك بالنسبه للملح، اما زيت العود وهذا الا بغينا نديرو صلصه البيتزا الى ذلك. نعم. كنشحروها مزيان حتى تبدا تحل شكل بيصاره كتقطير. ونحركوها. نعم. صافي كنديرها في القراعي ديال الكوفيتير. يكونوا معقمين. واخوي عليه شويه الزيت من الفوق. ونديرهم في الكوكوط، وكل قرعه نوع على شويه الثوب باش ما يديروش بيناتهم، يتقرقبوا بيناتهم. صافي نصف عليهم الماء. نعم. ونسدو ونخليهم يصفوا لمده 10 دقائق ولا 15 دقيقة. نعم. وهما مشدودين عليهم ديك القراعي. مشدودين عليهم. وعافية مهيلة من طبيعة الحال باش ما يطرطقوش القراعي. ونخليهم يصفروا. صافي كنطفيو عليها ونخليها تبرد. درنا في الليل فاش الصباح نحيدو من الكوكو. الصباح نحيدو من الكوكو. هذا كنخليهم خارج الثلاجة، هذا كتحط ما تحت البوطاجي ولا في البلاكار. القرعة اللي حليتي انا كان بالنسبة كندير القرعة الصغيرة. باش كندير حريرتي يومين. نعم. القرعة اللي حليتي كديري النص ديالها والنص الاخر كديريه في الفريكو باش ما تخسرش. نعم ان شاء الله. وهذه راه يعني وكاينه واحده اخرى واش بغيتيها دابا ولا من بعد؟ ان شاء الله ناخذوها من بعد باش ناخذوا معنا سكينه من واد زم، لان فقره اجي نستافدوا ما فيهاش يعني وقت طويل. نعم. صافي اختي شكرا. نعم شكرا لك على هالطريقه اللي قدمتي لنا ديال مطيشه الحك في المنزل، غادي نطبقوها. سكينه من واد زم، اهلا وسهلا. ألو. سكينه صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا. الله يبارك فيك اختي دنيا، صافا كلشي مزيان؟ الحمد لله. لاله يختيك، اللهم لك الحمد. الحمد لله تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك. لاله يختيك، شكرا، مرحبا. تبارك الله. انا عندي نصيحه ديال غوسيت، مع هضرتي على الخيار. قلت علاش ما نعطيكمش غوسيت ديال الكلف بالخيار النيت. الناس اللي عندهم الكلف. فوالا. نعم. عندنا ملعقه ديال الخرقوم البلدي. معلقه الخرقوم البلدي. جوج معالق كبار ديال الخيار محكوك. جوج معالق كبار خيار محكوك. وجوج معالق كبار ديال العسل. جوج معالق كبار عسل. وهاد الغسيل كنت نديرها للسيدة ثلاث مرات في الأسبوع، وتغسل وجهها بحمام مريم. ثلاث مرات في الأسبوع وتغسل وجهها. ديك لافاتور تقطع معاها ديال الآخر، صافي كتغسل الوجه ديالها. نعم. دير شحال تقريبا الوقت باش يبقى دير لافابور؟ نورمالمون نص ساعة. نص ساعة
هي اللي كتكون ان شاء الله بالنتيجه. وكتعطي النتيجه يعني زوينه بالنسبه للناس اللي عندهم الكلب؟ نعم. ولكن خاص الواحد يتبع، ماشي دابا مره وحده. نعم، شفتوا المواد الطبيعيه كي كنتكلموا، هذا هو العلاج اللي بطيء ولكن كيعطي الاكل ديالو فيما بعد. ان شاء الله غادي نجربوها الناس اللي عندهم طبيعه الحال الكلب، نتمنى انهم يجربوها وتعطيهم نتيجه. شكرا لك سكينه، وتحيه لك وتحيه الناس ديال الواد الزم على الخصوص. اذا